نروح معاكم برضو لفقرة الصحافة، وهنشوف بوابة المصري اليوم بتقول ايه عن الصحافة. نقرأ منها هذا الخبر: تزامنا مع أزمة التضخم العالمية، الحكومة تكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على المواطنين. في التفاصيل ان بعض المواقع الإلكترونية تداولت طبعا انباء عن اعتزام الحكومة ان تضيف اعباء ضريبية جديدة على المواطنين في الفترة المقبلة، وده تزامنا مع أزمة التضخم العالمية. المركز الإعلامي مجلس الوزراء قام بالتواصل مع وزارة المالية التي نفت تلك الانباء، واكدت انه لا صحة لإضافة اعباء ضريبية جديدة على المواطنين في الفترة المقبلة، وانه لا توجد نية لذلك من أنه يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بقانون يوافق عليه مجلس النواب، وشدد على أنه يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الضريبية بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية. لسه معانا مجموعة متنوعة من الأخبار من البوابات الإلكترونية المختلفة، نروح لفاصل نرجع مرة تانية مع حضراتكم.